يوم أنا أتحدث اليوم عن مدراء معينين عليهم مئات الملاحظات، يوميا تجينا ملاحظات من مواطنين وموظفين في هذه الوزارة على مواضيع، يعني ما أريد أتحدث بمواضيع العقود وغيرها، ولكن أتحدث على الأمور اللي تمس المواطن من ناحية الصيانة، من ناحية الخطوط، من ناحية الأسلاك، رداءة الأنواع، المحولات غيرها، تفاصيل كثيرة موجودة. بهذا الشأن أنا أعتقد اليوم أمام السيد السوداني يعني فد وقت معين لحملة معينة على كل وزارة الكهرباء، مراقبة أداء كل الموظفين على مستوى المدراء الأقسام والمدراء العام. يخلون السوداني يعني هذا الوزير، يعني بعد ما يخلونه فخلي يطلع للإعلام الرجل يوضحها للناس، حتى ليش هو يتحمل المسؤولية؟ خلي يطلع ويتحمل يقول يابا هاي الجهة السياسية اللي مسيطرة على وزارة الكهرباء أو تلك المسيطرة واللي كان إنهم نفوذ ولحد الآن مدراءهم موجودين، ذولا ماذا يخلوني أشتغل؟ هاي يعني باكو ما أعرف سابقين وعدم نفوذ لحد الآن يشتغلون يعني بالوزارة على كل الوزارات، هي مو بس هذا خراعة خضرة حاطينها إيش نوي؟ والله بعد ما أدري، يعني لا هو يقول لك الأرقام اللي توصل مو حقيقية، وأنا شفت إعفاء بس 4 موظفين أو مدراء أو غيرهم.